أما يا رجل عادي المولود، أنا كنظن أن هذيك مسألة شخصية، فبدو عباد الله شوية يدخلوا سوق رؤوسهم، ولادو ماشي ولادو، أدين ماشي أدين، هذه كترجع مسألة كتبقى عائلية كترجع ليه هو. حنا ماشي هنايا لإصلاح الناس ولا باش نوريهم شنو غيديروا شنو ما غاديش يديروا. هذاك السيد كنظن أنه فنان، هو عارف حاجة اللي غادي تسلكوا، كاين القضاء كاين الأدين كاين، هذه كتبقى مسألة شخصية كتعلق به هو بالأسرة ديالو. أنا كنشوف أن داك السيد تهاجم بزاف، وكان ده نحتوى ما كانش عليه رياجي بديك الطريقة. فأنا شخصيا ما عنديش ما نقول ليه، هذه مسألة شخصية بينه وبين عائلته وبين ولاده، فكان ظن أنه سي فريمون تخي بيرسونيل، فبلا ما يوقع عباد الله يديروا يدهم في شي حوايج اللي بعاد عليهم.